ما بتخافش انك انك ساعات بتجيب ممثلين لاول مره او خالص انا اول فيلم ده اللي كسر الرعب ده ده كان سرقات صيفيه سرقات صيفيه كلهم مش ممثلين اعتقد عمرهم ما كانوا ممثلوا قبل كده حتى يعني حتى عبله كامل ما كان في بقى صعوبه في ان انت توجه ناس عمرها ما مثلت قبل كده يعني هل انت اشتغلت مع دول واشتغلت مع محترفين هو كان الصعوبه كانت في الاوائل كان معايا حسن جريتلي في 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 سرقات صيفيه طبعًا. فكان بيعمل كوتشنج ليهم يعني كنا بنقعد نشتغل مع الممثلين وازاي ون... يبقوا مرتاحين قدام في مرحله كان... التحضير؟ في التحضير اه فكنت اشتغلت بروفات جامد اه طبعا جامد آه، آه، جدا آه. اه كتير اوكي آه. كده كده ميك آه. فلما عملت سرقات صيفيه يعني انا عرضت الادوار بتاع دي... لا اسعاد يونس واليسرى ومش كلهم اتخضوا قالوا لا ما ينفع واساسا يعني ما حدش كان يعرفني صح كنت لسه ده كان شغال المساعد ل... مساعد مساعد لي... ل... ليوسف شاهين و... ومساعد سيء <تصفيق> <تصفيق> <ساعد. لمند. تصفيق> لا سيء سيء حقيقي يعني ما يعني الله ما... يكون يعني, ما... يعني شاهين ليه, ليه بتقول سيء ليه؟, ليه؟ عشان ما كنتش شاطر كمساعد فعلا اه طبعا ما كنت شاطر كمساعد لا يعني خالص ما يعني بس ما اشتغلتش مع مساعد اول لا كان مساعد اول في اديو بونابرت ده اللي اتعلمت فيه المهنه بعديها على, آه بعد على طول اه بعديها على طول عملت سرقات أوكي. فبالنسبه لهم ده واد معاه قرشين عايز يفرتكهم ويعني دلوع يعني ايه يعني من عيله عملت سرقات صيفيه راح كان كان عندك كم سنه وقتها يسري كان عمري كم سنه استنى اقول لك بالظبط انا عملت سرقات سنه كام؟ 86 كان عم استنى آه، 32 32 سنه أه... 34 سنه حاجه 32 آه. آه. اه فبس راح آه. كان والناس شافته و... قالوا الله ده شكله بيعرف يخرج آه. وكان تغيير مسيره كمان اه كانت بدايه مسيره بقى بعد كده آه. ايوه بس ايه اللي, اللي لطيف كان في التجربه دي؟ يعني غير ان انا عملت فيلم واكتشفت ان انا بعرف اخرج انا كمان. <applause> اه حقيقي كان الله يرحمه سمير ناصري كان قال لي لا ده انت مخرج ومخرج شاطر اقول بجد؟ يعني انا بالنسبه لي بشتغل في. كنت بقى... بتجرب, بتجرب لكن ما كنتش متاكد من نفسك. مش قضيه مش بجرب متاكد من نفسي مش دي النقطه ان ان كنت بقى يعني سالت نفسي الاسئله الصح. وأنا بشتغل. هقول لك يعني إيه أسئلة صح مكي. هنيجي ليها. إنما الفكرة الأساسية هي إنك آه... إن مش عارف يعني ما... يعني هي مش عارف أفهمك. يعني أه مم. يعني آه... فطلع إن لا بعرف ان ال... ال... الحاجات ال... الشكوك اللي كانت عندي هي دي اللي عملت الفيلم. خليتك تسأل نفسك الأسئلة الصح وأنا اللي الصح كاتب. ف... أه فأهم سؤال أهم حاجة بتقولها لنفسك أنت وأنت كاتب أو وأنت خصوصا وانت كاتب انا ما اقدرش اقول كده عن سيناريست سي... هو قصده ايه الحمار ده؟ صح ها يعني انا اللي كاتب وقاعد ماسك انا بشوفها مزعجه قوي تبقى كاتب و... إيه ده؟ ومخرج ايه في نفس الوقت هو, هو, هو عايز يقول ايه؟ أوه. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل بحقيقي حقيقي؟ ها سيبك من الديالوج وسيبك من ال... انما ايه اللي جوه المشهد ده بتعرف بيحصل طائعية طائعية ت... يعني بتعرف تطلع طاقيه وتلبس طاقيه يعني حتى كده بتعرف لازم ده صعب جدا لازم 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 انت وانت بتكتب حاجه دايما انت مخرج بس وانت بتكتب طريقة تفكيرك حاجة، وأنت بتصور طريقة تفكيرك حاجة، وأنت بتمنتج طريقة تفكيرك مختلفة، وأنت بتماكسج طريقة طريقة تفكيرك مختلفة، كل مرة أنت قدام حاجة تانية يعني بتعمل حاجة تانية ها ولازم تفكر بطريقه يعني سألت كنت قاسي مع النص بتاعك في كمخرج مش موضوع أنك قاسي انك قصدك يعني تعرف بالظبط هو عن ايه وايه اللي يفضل فيه وايه اللي ما يفضلش فيه يعني فيه. هقول لك مثلا وايه اللي يسري وايه اللي مش يسري برضو انك ساعات الواحد بينزل جوه غصب عنه جوه ما 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 عنديش التخوف ده انا فعلا الحاجه الاساسيه بالنسبه لي هو ايه اللي بيحصل حقيقي في المشهد بحقه حقيقي ايه اللي بيحصل في المشهد فأنت عندك مثلاً في سرقة يعني أدي لك مثل يعني م. في سرقة صيفية العيلة بتوصل أنا كاتب إيه؟ ها آه رجال العائلة يصلون بسيارتهم ويثيرون آه آه زوبعة من التراب. ماشي أحط الكاميرا فين؟ م. أنا إيه اللي بحكيه بحقه حقيقي؟ يعني إيه التراب؟ ها ماشي عملنا شط التراب وبعدين؟ أوكي إيه اللي بيحصل بحقه حقيقي؟ الثلاث الثلاث جمل دول كانوا آه وقفت عندهم أه أسبوع. فأنا بعمل ديكوباج المشهد المشاهد قبل ما أخش التصوير فقعد فقاعد يا ربي هصور ده إزاي؟ هعمل إيه؟ إيه اللي بيحصل في فين؟ فين وفين لما قلت آه لا أنا عندي شخصية الولد الصغير كلهم أبهاتهم بيجوا وهو أبوه ما بيجيش لأنه أبوه وأمه هيطلقوا. ففي عائلات قاعدة تتلم وهو ها عايز يبقى موجود. فقلت اوه لا ده اولا الكاميرا على مستوى الولد والناس وهم داخلين داخلين زي قطيع فيلة بيدوسوه وهو تاية في النص فاتحطت الكاميرا صح عرفت احط الكاميرا فين أما لقيت ده رحت مراجع كل الحاجات اللي بنفس المنطلق ده إن آه إن لازم تسأل نفسك كل مشهد على فكرة ده قالك بيه ده قالك آه بيه الإخراج آه آه الصح هو ده بالظبط المشهد آه عن إيه؟ كل إيه اللي بيحصل فيه بحق وحقيقي اه صح. يعني سيبك من آه ال, 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 ال حركة ال الكاميرا ال والاضاءة آه والبدائل كله بيجي من ده صح ها آه كله بقى على طول motivated. بتعرف اه يعني بتبقى عارف بالظبط هتحط الكاميرا بتاعتك فين وبتحكي إيه بالظبط فهنا بيبتدي ال فطب طب بس احنا ما كناش بنتكلم عن ده احنا كنا بنتكلم عن الممثلين صح لما عملت يعني عمل انت اخترتهم عشان الممثلين النجوم او المعروفين ما ولا برضه كان في اسباب انتاجيه ان كان تكلفك اكتر لا لا, عشان أكثر لا مبدئيا كان ما لا كان يعني شاهين كان هيعرف يقرص عليهم ويخليهم يشتغلوا ببلاش مؤكد مؤكد المهم قال يعني ايه وجوه اياميها هو هو اللي اداني الشجاعه دي ها بقول له يسرا رفضت وازاي انا اطلع اقول عبد الناصر هيعمل فينا ايه ومش هيعمل فينا ايه الناس هتكراني ها واسعاد آه وبعدين انا لازم يعني لازم الممثلين اللي اجيبهم يعرفوا يكونوا بيدخنوا الستات فكرة ان ايه انك ماشي بس ده براكت تاني أوكي. <applause> اللي, هي اللي هي انك انك هتبص كده كويس في السينما المصرية لما تلاقي ست بتدخن هي اوريدي بتحكم على نفسها انها ده عيب في حين ان انا جاي من وسط الستات كانت بتدخن في عادي خالص فازاي تدخن وهي مرتاحه وهي مرتاحه آه. آه او يعني اه يعني مش انها بتمثل انها بتدخن اه انها آه يعني تفاصيل زي دي في آه لازم, في لازم 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 ده هي ده هو ده هو ده الكاستنج في الاخر فالمهم لما عملت سرقات صيفيه وطلع كده الممثلين اللي كانوا ها بالنسبه لهم ده واد متدلع ها يعني سالوا ده, ده عنده حاجة ده عنده حاجة وعمل الفيلم ده من غيرنا ها فاختيار فلما غير. أجي فلما أجي أقول ها اليسرى مثلا عايزك في مرسيدس ها ولا أي ممثل تاني هو عارف إن أنا مختاره لأنه مناسب للدور لأني بحبه لأني بحب الممثل ده أوكي. مش واخده عشان عشان نجوميته عشان او عشان نجوميته أو, او مش عارف ايه وبتاع فاصبح التعامل مع الممثل مهمة قوي الممثل على فكره انه يبقى مؤمن ان انت ان انت مختاره عشانه ايوه مش مش انك مضطر ليه او وان هو يبقى مختارني كمان يعني مرتاح مع الدور